بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رُوَاسِيَا وأنهارا ومن كل السَّمَرَاتِ جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطاهم متجابرات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. سنوان وغير سنوان يسكى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآية لقوم يأكلون وإن تعجب فاجاب قولهم أيزا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المصلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه إنما أنت منذر لك منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تخيد الأرهام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المدعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يخفزونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وَالَّذِي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السَّبَائِكَةُ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم